توفي اليوم 8 أشخاص وأصيب 2 آخران بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع اليوم بالطريق الوطني رقم 3 الرابط بين ولايتي الوادي وبسكرة. نجم هذا الحادث المميت 3 اصطدام مباشر بين سيارة سياحية وأخرى نفعية رباعية الدفع على بعد 10 كيلومترات عن مقر بلدية سطيل باتجاه ولاية بسكرة التي تبعد أزيد من 150 كيلومترا عن وسط مدينة الوادي نتيجة للسرعة المفرطة وفقا للتحقيقات الأولية. وقد تم نقل الجثث إلى المؤسسة العمومية الجوارية ببلدية أم الطيور بالمقاطعة الإدارية المغير.